موجة زلزالية هائلة ستضرب لبنان وتضرب سوريا وتضرب تركيا وتضرب مناطق أخرى في شمال أفريقيا. وأنا مش فاهم ليش الكوارث كلها هتضرب اليمن وسوريا ولبنان والعراق والدول اللي هي يعني معاها مشاكل مع الغرب. الأخبار العاجلة المتعلقة بالزلزال الذي كان على عمق 10 كيلومترات، وبحسب المركز الألماني لعلوم الأرض الزلزال في منطقة الأردن وسوريا كان على عمق 10 كيلومترات. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة العاجلة. إذن بالفعل هناك زلزال ضرب قرب حماة السورية. هذا الزلزال شعر به السكان في مختلف أنحاء سوريا، كذلك شعر به السكان في الأردن وفي لبنان. الناس خرجوا إلى الشوارع عند منتصف الليل من شدة الرعب، علما أنه ليس زلزال واحد، بل شعر سكان الأردن بزلزال آخر، زلزال ارتدادي تبع الزلزال الأول. والسؤال، هل هذا الزلزال رئيسي أم إنه مجرد مقدمة؟ الآن هناك حالة هلع داخل تركيا، لم ينسى أحد زلزال العام الماضي واللي راح فيه قرابة 60,000 مواطن منهم 12,000 في سوريا. هذا الزلزال بلغ قوته 5.5، ضرب قبل منتصف الليل يوم الاثنين، شعر به سكان كذلك في لبنان. وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في البلدين كان الزلزال هذا على عمق 10 كيلومتر، وذكر المركز في وقت سابق أن قوة الزلزال 5.5 درجة على مقياس ريختر. المرصد الجيولوجي الأمريكي قال إن الهزة التي ضربت سوريا بلغت قوتها 5 درجات وليس 5.5. أما مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض قال إن قوة الزلزال 4.8. أوضح كذلك رئيس المركز الوطني للزلازل في سوريا إنه الهزة الأرضية بلغت شدتها 5.5 وضربت شرق مدينة حماة الساعة 11:56 ليلا. وأكد صحفيون من وكالة فرانس بريس في بيروت ودمشق أنهم شعروا بالهزة. أما الوكالة الوطنية للإعلام وهي وكالة لبنانية رسمية أفادت بأن بعض سكان بيروت والمتن ومناطق عدة في الشمال وصولا إلى الهرمل شعروا بهزة أرضية خفيفة الساعة 11:56 قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء. أما وكالة الأنباء الأردنية قالت أنه كان هناك هزة ارتدادية بقوة 3.9 درجات حدثت بعد أقل من ساعة من وقوع الزلزال الأول. طبعا السكان في مناطق مختلفة في شمال سوريا سارعوا لمغادرة منازلهم في حالة من الذعر مساء الاثنين وفق ما أفادت مراسلة فرانس بريس. هؤلاء السكان انتوا عارفين إلى الآن لازالوا تحت وقع صدمة الزلزال المدمر اللي صار العام الماضي في سوريا وتركيا. حتى الآن الإعلام الرسمي بيقول لك هناك 25 إصابة في سوريا. أكيد الزلزال إذا كان 5.4 هو ليس زلزال كبير، ولكن حالة الذعر اللي أصابت الناس أكيد لا توصف. والشيء الأكثر إثارة للذعر، هل هذا هو الزلزال الرئيسي أم إنه الزلزال الكبير قادم في الطريق؟ إن شاء الله تكون هذه أزمة وعدت، ونأمل أن لا نرى مشاهد مخيفة مرة أخرى في أي مكان في العالم، ونتمنى السلامة لأشقائنا وأهلنا وإخواننا وحبايبنا في الأردن وفي سوريا وفي لبنان. حتى الآن طبعا لسه الأخبار مش طالعة بشكل كثير، الضربة على نص الليل صباحا هيبان الأضرار والتداعيات وكيف أصيب الناس، هل انهارت مباني لا قدر الله أم كانوا في الشارع أم سقطت حجارة عليهم من أعلى المباني. كل شيء سيتضح صباحا يا أصدقائي، لا عد أطل عليكم، إحنا الآن بنصور على الفجر، أراكم لاحقا إن شاء الله.